دلوقتي مثلا الاقي بنت تقول لي انا بحب البيربل الايام دي، انا بحب الموف فابقى لابساه، انا شخصيتي بتحب اللون الريد او الاحمر. بالزبط. يعني في ارتباطات كده بالاشكال والالوان. طبعا في الاطفال طبعا بننوع لهم كل الالوان، يعني بنعمل احمر اخضر ازرق بكل الدرجات. يعني مثلا انا باخد الاحمر لحد ما اوصل للبينك الفاتح خالص، باخد الازرق لحد ما بوصل للبلوسيا افتح حاجه لون السماء. يعني بعمل تدريجه الالوان كلها عشان يبقى تنوع قدام البنات او الولاد ما يتضايقوش. ممكن تورينا بقى ديزاينز كده للسيدات كمان او البنات؟ في عندنا للسيدات الطبي في الكات اي ده، يعني لحد دلوقتي مش قادرين يتخلوا عنه. ده حلو قوي. واحنا بنضيف بس لمسات بسيطه، يعني انا عندي من نفس الشكل ده بالظبط بدون فصوص وده بالفصوص. انا بضيف اللمسات البسيطه دي فصوص، يعني ممكن تبقى ست مثلا في ال 30 ال 40 ال 50 حسب هي عايزه. ده عايزه شكل. طب مثلا في نظارات اللي هي شمس نظر؟ طبعا طبعا دي مهمه قوي. مهمه، بس مهمه ان حضرتك تثقي في الشخص اللي واقف بيبيع لك ان هو يكون فاهم ايه اللي يعمل، ايه اللي يتعمل شمس نظر اي حد. وايه اللي يتعمل ما ينفعش يتعمل. يعني عندنا مثلا الفريم ده ما ينفعش دي يتعمل، دي ممكن تطلع شمس نظر. لا دي ما ينفعش تتعمل. دي لازم انواع معينه، انواع معينه، لان دي تعتبر فريملس، الكات بتاعتها ما تظبطش خالص مع عند المكان بتاعنا. الحقيقه من المزايا عندكم الفرايتي، يعني انواع مختلفه وكل اللي احنا عايزينه. الحمد لله. وكمان الاسعار عندكم مميزه. يعني حاجه بصراحه جميله جدا. سمعنا